من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا حول مناظرة ابن أبي العوجاء الملحد مع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. الإمام ابتدأ بالاستدلال بما ذكرناه في الجلسة الماضية، بأنه عليه الصلاة والسلام قال: إن كان الأمر على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون، يعني أهل الطواف، فقد سلموا وعطبتم، وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد استويتم وهم. وقد شرحنا في الحلقة الماضية هذا الكلام، بأنه لو فرض أنه لا يوجد خالق فإن الموحدين غير متضررين بل منتفعون، وإن كان هناك خالق كما هو الحق فقد تضرر الملحدون وسلم الموحدون. وحين دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فالعقل يرشد الإنسان بأن يدفع الضرر المحتمل عن نفسه. هنالك ابن أبي العوجاء حينما غلب في الحجة أراد أن يتكلم بكلام يخرج نفسه من الإحراج، فقال بأنه: وكيف وليس قولي وقولهم إلا واحدا، أنا أثبت شيء، أنا أنفي شيء وهم يثبتون شيئا، فسواء كان الحق معهم أو معي ليس في الأمر فرق. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له: وكيف لا يكون فرق بين قولك وقولهم وهم يعتقدون بأن هنالك ثواب وهنالك عقاب؟ فلو كان الخالق موجودا كما هو الحق فالذي يؤمن بهذا الخالق يكون ناج وفي الثواب، والذي ينكر هذا الخالق في عذاب وعقاب. وكيف لا يكون قول وكيف يكون قولهم وقولك واحدا وهم يدينون بأن في السماء إلها وأنها عمران، وأنتم تزعمون أن السماء خراب ليس فيها أحد؟ يعني أهل التوحيد يعتقدون بأن السماء فيها ملائكة وأنها عامرة بهم، وأنتم تعتقدون الملاحدة بأنه لا يوجد شيء في السماء وإنما هناك مجموعة من الجمادات. هنا تصور ابن أبي العوجاء أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول بأن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء، لأن الإمام قال: يدينون بأن في السماء إلها وأنها عمران. تصور أن مقصود الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن السماء يسكنها الله سبحانه وتعالى وأنها عامرة به، فهنا أراد أن ينقض كلام الإمام عليه الصلاة والسلام حسب هذا الزعم الذي تصوره من كلام الإمام، مع أن الإمام عليه الصلاة والسلام لم يقل بأن الله ساكن في السماء. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم حتى يحتاج إلى مكان، الذي يحتاج إلى المكان هو الجسم، لأنه يحتاج إلى حيز يشغل ذلك الحيز. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم مجرد عن المادة، الله سبحانه وتعالى ليس ماديا لكي يحتاج إلى أن يشغل حيزا، وهذا ما سنفصله في بحوث قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله سبحانه وتعالى خالق المكان، وهل يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق؟ الله سبحانه وتعالى هو محيط بكل شيء علما وقدرة، ولا يعقل أن يحيط به مكان أو زمان، أن يكون مخلوق
يحيط بالله، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكون محدودا، وأن يكون المخلوق اللي هو المكان أكبر من الله سبحانه وتعالى، لأن الظرف أكبر من المظروف، المكان والحيز أكبر من الشيء الجسم المتحيز. فمقصود الإمام أن في السماء موجودات، هذه الموجودات مطيعة لأمر الله سبحانه وتعالى، والمقصود الملائكة، أو أن المقصود أن السماء تحت أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الإمام عندما يقول بأن في السماء إلها يشير إلى هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في سورة الزخرف. الله سبحانه وتعالى كما أنه معبود في الأرض كذلك معبود في السماء، يعني كما أن أهل الأرض يعبدون الله سبحانه وتعالى، إلا الملاحدة وإلا قليل من الناس، وإلا أهل الأرض يعتقدون بالله سبحانه وتعالى، قد يشركون يعني يعتقدون إله آخر مع الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يعتقدون بالله. وأما الموحدون فهم لا يشركون، يعبدون الله وحده لا شريك له. كما في الأرض الله سبحانه وتعالى معبود، كذلك هو في السماء معبود، لأن أهل السماء وهم الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى بعبادات فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم، من التسبيح ومن حمل العرش ومن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى في تدبير الأمور وما إلى ذلك، وهي عبادتهم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فهنا ابن أبي العوجاء لأنه نظرته كانت مادية، تصور أن الإمام يدعي أن الله سبحانه وتعالى موجود في السماء، فهنا بدأ بإشكال. الإشكال الإمام حينما يجيبه، إجابة الإمام عليه الصلاة والسلام كما هي إجابة لإشكال ابن أبي العوجاء، تتضمن استدلال وإثبات لوجود الله سبحانه وتعالى. فهنا ابن أبي العوجاء يقول: قال فاغتنمتها، يعني بعد أن انهزم في البحث ولم يتمكن من الجواب، يقول: اغتنمت هذه الثغرة المزعومة، تصور أنها ثغرة ليدحض حجة الإمام عليه الصلاة والسلام، فاغتنمتها منه، فقلت له: ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه ويدعوهم إلى عبادته حتى لا يختلف منهم اثنان، ولما احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل، ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. يقول: إذا الله موجود في السماء حسب زعمه وحسب تصوره، لماذا لم يظهر ويقول أنا الله فاعبدوني، ولماذا أرسل الرسل لكي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلو كان هو يظهر لكان أقرب لقبولهم، فكانوا يقبلون بوجوده سبحانه وتعالى. يعني تصور أن الله جسم، أنه مادي، أنه قابل للرؤية، وأنه موجود في السماء، فلو نزل إلى الأرض حسب زعمه وظهر على أهل الأرض فهؤلاء كانوا يرونه ويؤمنون به، لماذا احتجب عنهم ولماذا أرسل الرسل؟ هذه الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة هو أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فلذلك لا نستطيع نحن أن نراه. لماذا؟ لأننا عاجزون عن رؤية الأشياء المادية اللطيفة، فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو ليس بجسم وليس ماديا؟ نحن الآن نتمكن من رؤية الأجسام المادية الكثيفة، هناك كثافة وتراكم في المادة، هذه تسبب أن يصطدم بها النور ويرجع هذا النور، حينما يرجع هذا النور ويدخل في عين الإنسان
والعين ينقل هذا النور إلى المخ بتفصيل أثبته العلم الحديث، حين ذاك نرى الأشياء. لذلك لو لم يكن نور ما كنا نتمكن من الرؤية، نحن في الظلمة لا يمكننا الرؤية. لماذا؟ لعدم وجود النور. الرؤية فرع وجود النور واصطدامه بالجسم الكثيف ورجوع النور إلى بصرنا. وهناك بعض الحيوانات ترى في الظلمة، في الحقيقة رؤيتها في الظلمة ليس بمعنى عدم وجود النور. في الظلمة يوجد نور قليل، لكن هذا النور القليل بالنسبة إلى أعيننا لا نتمكن رؤيته بأعيننا. بعض الحيوانات حسب ما يقول علماء العلم الحديث، علماء الأحياء، في عيونها خصوصية تجمع النور فتتمكن من الرؤية إذا كان النور وطيئا وقليلا جدا، بحيث أن الإنسان لا يستطيع الرؤية ولكن تلك الحيوانات تستطيع من الرؤية. على كل حال، فالرؤية هي فرع وجود النور واصطدام النور بجسم ورجوع ذلك النور. زين، الله سبحانه وتعالى جسم حتى يصطدم النور به؟ لا، حتى الأجسام اللطيفة التي ليس لها كثافة، يعني الآن هذه الغرفة وهذه الصالة وفي كل مكان يوجد هواء، الهواء جسم، لماذا لا نرى الهواء نحن؟ لماذا؟ هل الهواء ليس بموجود؟ لا، موجود، والهواء جسم، ولكن لأنه ليس فيه كثافة بشكل غاز فلذلك لا نتمكن من رؤية الهواء. لماذا؟ لأن النور لا يصطدم بهذا الهواء فيرجع، النور يخترق، حينما النور يخترق الهواء وينتقل إلى مكان آخر ولا يصطدم بالهواء ولا يرجع إلى أعيننا، فلا يمكننا رؤية هذا الجسم وهو جسم لطيف. الأمواج الموجودة، سواء الأمواج الصوتية أو الأمواج الأثير من أمواج الأقمار الاصطناعية، أمواج الإذاعات، أمواج التلفزيونات، نحن لا نراها مع أنها أجسام، إلكترونات أو شيء من قبيل الإلكترونات، نحن لا نراها مع أنها موجودة. لعل هذه الصالة فيها كثير من الأمواج وهي أجسام، لماذا لا نراها؟ لنفس العلة. زين، فنحن إذا كنا عاجزين عن رؤية الأجسام اللطيفة، فهل نتمكن من أن نرى الله سبحانه وتعالى وهو ليس بجسم مجرد عن المادة؟ في حديث آخر الإمام عليه الصلاة والسلام يبين بيان آخر مراعاة لاستيعاب الناس، لأن الناس استيعابهم مختلف، هناك استدلالات يستدل بها للعلماء وهناك استدلالات يستدل بها للعوام، وهناك المستوى الفكر مختلف، فلكل مستوى يحتاج إلى طريقة. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إن الشمس جزء من 1000 جزء من نور الحجاب، الحجب، حجب النور الموجودة في السماوات، وقد مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج. والحجب أيضا نورها جزء من 1000 جزء من الكرسي، والكرسي نوره جزء من 1000 جزء من العرش. أنت لا تتمكن من أن ترى نور الشمس. يتمكن الإنسان أن يملأ عينه من نور الشمس؟ لا يتمكن من نور الشمس، لا يتمكن. إذا الإنسان أحدق بالشمس دقائق يصاب بالعمى، فكيف إذا كان هناك مخلوق آخر هو العرش نوره ملايين أضعاف نور الشمس، كيف يتمكن الإنسان أن يرى؟ العين ليست لها قابلية. هذه مخلوقات، العرش مخلوق، الكرسي مخلوق، الحجب مخلوقة، الشمس مخلوق، لا يتمكن الإنسان أن يرى بعض الأنوار المادية المخلوقة، فكيف يتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى وهو ليس بجسم؟
وأما من يزعم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ويمكن أن يرى في الدنيا لكنه هو احتجب لا يريد أن يري نفسه في الدنيا وإنما يري نفسه في الآخرة للمؤمنين ويستدلون بآية متشابهة من القرآن الكريم، فهذا زعم باطل يخالفه العقل والقرآن. القرآن الكريم يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني الأبصار ليست لها قابلية أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، والإدراك بالبصر بمعنى الرؤية كما هو واضح. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول لن تراني، لن لنفي التأبيد، للأبد لن تراني، لأنك لا تتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى، أنت عاجز عن رؤيتي. وأما قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذه من الآيات المتشابهة التي الآيات المحكمة وهي لا تدركه الأبصار ولن تراني توضح وتفسر هذه الآية ومعنى هذه الآية. وجوه يومئذ ناظرة يعني نظرة النعيم ورواء النعيم على هذه الوجوه، إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة أو إلى رحمة ربها منتظرة من الانتظار أو من النظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال، وهذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في إبطال الرؤية، فالله سبحانه وتعالى لا يمكننا أن نراه لعدم قابليتنا لعجزنا. هنا ابن أبي العوجاء يقول للإمام الصادق لماذا الله سبحانه وتعالى لم يظهر نفسه؟ زين، الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه المناظرة يريد إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لابن أبي العوجاء ولمن كانوا هناك ولأصحابه، لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم أو يهدي بعضهم. ما كان يريد الإمام يشتت البحث، لأن الكلام حول أصل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وليس الكلام حول التفاصيل أنه الله هل قابل للرؤية أو ليس بقابل للرؤية. أول ثبت العرش ثم انقش، كلامنا الآن حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والمناظرة والبحث والجدال بالتي هي أحسن يقتضي عدم الانتقال من بحث إلى بحث آخر إلا بعد استيفاء البحث الأول. الآن أنت تلاحظ حينما تدخل في مناظرة، أهل الحق حينما يدخلون في مناظرة مع أهل الباطل، لأن حجة أهل الباطل داحظة، لذلك حينما يقع المبطل في زاوية حرجة يحاول أن يغير البحث، ينتقل إلى موضوع آخر، يحاول تشتيت البحث. وتشتيت البحث معناه أنه النقطة الأولى تترك ناقصة بدون وصول إلى نتيجة وهي إثبات بطلان كلام ذلك الشخص، وانتقال إلى نقطة ثانية، ثم تلك النقطة الثانية حينما يراد لها أن تصل إلى نتيجة والنتيجة بخسارة المبطلين، يحاولون صرف البحث إلى نقطة ثالثة، فأنت تجلس وتستمع إلى نقاش ساعة ساعتين 3 ساعات بدون حصول نتيجة. لماذا؟ لأن هناك تشتيت للموضوع. وهذا الأسلوب إذا أنتم تلاحظون تراجعون في المواقع الحوار وحتى في الحوارات في الفضائيات، تجد الوهابيين يحاولون دائما تشتيت الموضوع، إذا وصل إلى نقطة مسدودة يغير البحث. والمناظر الناجح هو المناظر الذي لا يقبل بتشتيت البحث، يحصر البحث في نقطة، يكمل تلك النقطة، يصل إلى نتيجة، ثم ينتقل إلى موضوع آخر. وهذا يرتبط بلباقة وقابلية المناظر، بحيث أنه لا ينقل البحث ولا يدع الطرف الآخر لنقل البحث إلى نقطة أخرى. زين، هنا الكلام مع ابن أبي العوجاء في إثبات أصل وجود الله سبحانه وتعالى وليس في إثبات التفاصيل.
لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ابن أبي العوجاء ما منعه إن كان الأمر كما يقولون أن يظهر لخلقه، الإمام لم يجب الإجابة المباشرة بأن الله سبحانه وتعالى غير قابل للرؤية، نحن عاجزون عن رؤيته، ويدخل الكلام في موضوع آخر وأصل الموضوع اللي هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يبقى الكلام فيه مبتورا وناقصا. لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام أعرض عن جواب هذه النقطة إلى الرجوع إلى أصل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فالإمام عليه الصلاة والسلام قال له: وكيف الله سبحانه وتعالى احتجب عن خلقه؟ الله سبحانه وتعالى أرسل آياته إلى خلقه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ولذلك أنت تجد في طول التاريخ عامة البشرية يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى زرع آياته في كل شيء، وجعل فطرة الإنسان بطريقة تسوقه إلى وجود الله سبحانه وتعالى، وأعطى للإنسان عقل يستدل بعقله على وجود الله سبحانه وتعالى، يدرك حتى إذا كان الإنسان على مستوى واطي من العقل يدرك وجود الله سبحانه وتعالى. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن جعل علائمه في كل شيء، وفي كل شيء له آية دليل أو تدل على أنه واحد، فهذا دليل وجود الله سبحانه وتعالى. أنت إنسان تجد في نفسك التغير، تجد في نفسك آيات الله سبحانه وتعالى، تجد في الآفاق آيات الله سبحانه وتعالى، أحوالنا المختلفة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. هل نحن في أحوالنا المختلفة مختارون؟ إحنا في أغلب أعمالنا وأحوالنا غير مختارين. نعم، الله سبحانه وتعالى أعطانا اختيار في بعض الأعمال، وفي تلك الأعمال كلفنا ويحاسبنا، أما في أكثر الأعمال وفي أكثر الحالات نحن مسيرون. ولذلك نحن نعتقد بأن الإنسان ليس مجبور في كل شيء، ولا هو مختار في كل شيء، وكما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. أنت في بعض أعمالك مختار، تصلي أو لا تصلي باختيارك، تصوم أو لا تصوم باختيارك، تطيع أو تعصي باختيارك، فالتكليف في هذه الأمور والعقاب والثواب على هذه الأمور. لكن إذا لم يكن باختيارك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في آية أخرى. لذلك الإنسان إذا كان عاجزا عن شيء لا معنى للتكليف فيه. يعني إذا واحد مشلول يكلف بأنه انطلق واركض، لا، مشلول لا يتمكن، والتكليف هذا قبيح، وإذا كلف ولم يتمكن عقابه قبيح، والله سبحانه وتعالى يجل عن ذلك. فبناء على ذلك في الأفعال التي هي تحت اختيار الإنسان، الإنسان مختار، لكن في كثير من حالاته الإنسان ليس مختارا، لذلك لا عقاب عليها ولا تكليف. يعني الآن نحن باختيارنا ولدنا في يوم ميلادنا؟ لا. باختيارنا نحن جئنا إلى هذه الدنيا؟ لا. باختيارنا نمر بمراحل العمر من رضاعة وطفولة وشباب وشيبة وهرم وموت؟ كلا. نحن باختيارنا جسمنا يشتغل، قلبنا، رئتنا، مثلا خلايا بدننا؟ لا. وكلها على نظم دقيق. يعني أنت انظر جسمك وانظر حالاتك النفسية ضمن ميزان دقيق، كل شيء موجود في جسم الإنسان، الإنسان يحتاج إليه،
كانوا يتصورون مثلا في الطب سابقا أن الزائدة الدودية هذه الجسم لا يحتاج إليها، لذا سموها بالزائدة الدودية، لكن بتطور الطب تبين أن هذه الجسم يحتاج إليها، اسمها بقي زائدة لكن الجسم يحتاج إليها. كل شيء في جسم الإنسان، الإنسان يحتاجه وفي موقعه وفي أفضل تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأحسن صوركم. فبناء على ذلك، هذا بالنسبة للجسم. أيضا بالنسبة إلى الحالات النفسية، الخوف نعمة للإنسان. نعم، إذا الإنسان أخرجه عن حالته، صار إفراط أو تفريط، فهذا بسبب الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أنت إذا تنظر إلى حالاتك النفسية وحالاتك الجسدية وتجد أنك غالبا غير مختار فيها وإنما محكوم، هذه آيات على وجود حكيم جعل هذه الأمور على هذه الكيفية. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: كيف احتجب الله عنك؟ كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يعني مرة واحد يقول في الآفاق: أنا ما عندي علم بالنجوم والكواكب وحالات الأرض وكذا، هذه برهان النظم يدل على أن هناك خالق حكيم. لكن في نفسك، لا يمكن أن تدعي أنك لا تعرف بعض خصوصيات نفسك. نعم، الإنسان يجهل كثير من حالاته، الإنسان ذلك المجهول، لكن كثير من حالات نفسه يعلمها. كيف أراك، كيف احتجب عنك من أراك قدرته في نفسك؟ بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يفصل الحالات المختلفة. آيات الأنفس ترتبط بالجسم وترتبط بالروح والنفس. الإمام يفصل، يذكر بعض آياته سبحانه وتعالى في الجسم وبعض آياته في الروح والنفس. نشوءك ولم تكن، أصل خلقك، هذا الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. وكبرك بعد صغرك، هذه الحالة، وقوتك بعد ضعفك، وضعفك بعد قوتك، وسقمك بعد صحتك، وصحتك بعد سقمك، ورضاك بعد غضبك، وغضبك بعد رضاك، وحزنك بعد فرحك، وفرحك بعد حزنك، وحبك بعد بغضك، وبغضك بعد حبك، وعزمك بعد أناتك، يعني انتظارك، وأناتك بعد عزمك، وشهوتك بعد كراهيتك، وكراهيتك بعد شهوتك، ورغبتك بعد رهبتك، ورهبتك بعد رغبتك، ورجاءك بعد يأسك، ويأسك بعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب ما أنت معتقده في ذهنك. إنسان بعض الأحيان متذكر، بعض الأحيان يعزب عنه، يعني ينسى، يغفل. ابن أبي العوجاء، طبعا الإمام ذكر هذه لأنه بعض الأحيان أنت تذكر فكرة صحيحة، قد الطرف المقابل لا يتقبل هذه الفكرة أو يتقبلها نظريا، لكن حينما تذكر مصاديق متعددة هذه تركز الفكرة وتجعلها أقرب إلى القبول. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات يبين له آيات الله سبحانه وتعالى في نفسه، بعضها آيات مرتبطة بالجسم مثل الكبر والصغر والقوة والضعف والصحة والسقم، وبعضها مربوطة بالروح والنفس مثل الرجاء والغضب والحزن والحب وما إلى ذلك. فابن أبي العوجاء عندما الإمام عليه الصلاة والسلام عدد له بعض آيات الله سبحانه وتعالى يقول: وما زال، هذا كلام ابن أبي العوجاء، يعدد علي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها. يعني لا يمكنني أن أنكرها، يعني يمكن الإنسان أن ينكر أن له غضب، أن له غضبا، وأن له حزنا، وأن له ضعفا، وأن له هرما وما إلى ذلك، لا يتمكن. الإمام عليه الصلاة والسلام عدد آيات بحيث أنه لا يتمكن. بعض الأحيان هناك مناظر يكابر، ينكر بعض الحقائق، لكن بعض الأحيان أنت تبين له هذه الحقائق بكيفية واضحة وبسيطة بحيث أنه
يضطر إلى قبولها، لا يمكنه أن ينكرها، وما زال يعدد علي قدرته التي هي في نفسي التي لا أدفعها، حتى ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يظهر بيني وبين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، لأنه بشكل استدل ووضح بحيث أن وجوده سبحانه وتعالى صار بالنسبة لي من الوضوح بمكان كأني أراه. طبعا ابن أبي العوجاء ذكر في كلامه كلام الإمام أعرض عن جواب هذا الكلام، لأنه ذكرنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان حصر النقاش في نقطة واحدة وهي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ضمن كلام ابن أبي العوجاء شنو كان؟ قال: ولما احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. هنا كلام ابن أبي العوجاء فيه خطأ. الخطأ هو أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل لإثبات وجوده. وجود الله سبحانه وتعالى موجود في فطرة كل إنسان، يعني إثبات وجوده في فطرة كل إنسان، وعقل الإنسان أيضا يسوقه إلى الله سبحانه وتعالى وأن العالم له خالق. إنما الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليذكروا الناس منسي الفطرة ويستثيروا لهم دفائن العقول، كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نحن لا نثبت وجود الله سبحانه وتعالى عبر الأنبياء، نحن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالفطرة والعقل. ثم بعد أن أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى بالفطرة والعقل، نستدل على نبوة الأنبياء وصدقهم أيضا بالفطرة والعقل. حينما يريك معجزة، هذه المعجزة دليل على صدقه. حينما تلاحظ حالاته من ميلاده إلى وقت وفاته، تعلم بأنه صادق، فعقلنا يسوقنا إلى صدق هذا الرسول. فالله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل، الرسل مهمتهم إثارة دفائن العقول والتذكير بمنسي الفطرة. فالإنسان بفطرته وعقله يلتفت إلى وجود الله، ويلتفت إلى صدق هذا الرجل الذي يدعي النبوة لأنه أراه معجزة. بالعقل يستدل على تمكنه من الإتيان بالمعجزة بأنه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يأتي دور التفاصيل. يعني عقلنا وفطرتنا تسوقنا إلى وجود الله وإلى الاعتقاد بنبوة الأنبياء، وبعد ذلك النبي يأتي ويبين لنا تفاصيل الأمور. لذلك أصل كلام ابن أبي العوجاء كان خطأ، لكن الإمام عليه الصلاة والسلام لأجل أن لا يتشتت البحث أعرض عن جواب هذا الكلام. لذا عندما يقول ولما احتجب عنهم وأرسل إليهم الرسل، زين لماذا يرسل الرسل؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب إلى الإيمان به. يعني تصور أنه الرسل جاءوا لكي يعتقد الناس بوجود الله، الرسل جاءوا ليذكروا الناس بالفطرة، ليثيروا للناس دفائن العقول، يعتقدون بوجود الله وبصدق هذا النبي، ثم التفاصيل يأخذونها من الأنبياء. ولو توقف إثبات وجود الله على نبوة الأنبياء لحدث الدور، لأن نبوة الأنبياء متوقفة على وجود الله سبحانه وتعالى. فإذا إثبات وجود الله توقف على نبوة النبي، يكون دور والدور محال كما هو مذكور في محله. فبناء على ذلك أصل طريقة كلامه كان خطأ، لكن الإمام عليه الصلاة والسلام حصره في زاوية بحيث أنه لم يتمكن ابن أبي العوجاء من الجواب فانقطع. ذهب ابن أبي العوجاء، راح يفكر ويفكر ويفكر، فألقى إليه الشيطان شبهات أخرى، وجاء في اليوم الثاني وألقى تلك الشبهات، فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام ودحض كلامه.
ثم جاء في اليوم الثالث أيضا وأيضا ألقى شبهات. الإمام عليه الصلاة والسلام دحض شبهاته، فحينما هذه الشبهات دحضت كما سنبينها، والإمام عليه الصلاة والسلام بيّن الأدلة العقلية التي لا يمكن لأي عاقل أن ينكرها على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فبعض الملاحدة الذين كانوا مع ابن أبي العوجاء آمنوا، لكن هو بقى مصرا على كفره وإلحاده، معاند. هناك بعض الناس معاندون، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني حتى يلقى في جهنم ذاك الوقت يقول يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن له الإيمان، وما فائدة الإيمان بعد الموت؟ حتى حين الموت الإيمان لا يفيد، ولا فرعون آمن في لحظة الاحتضار، والتوبة غير مقبولة في تلك اللحظة. قبل لحظة الاحتضار التوبة مقبولة، ثم يتوبون من قريب، وليست التوبة كما في آية قرآنية شريفة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبعض الناس معاندون، تثبت الحجة له لا يؤمن، والمعاند لا علاج له إلا نار جهنم، لذلك لم يؤمن. جاء في العام القادم يريد أن يناظر الإمام عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، الإمام ما فسح له مجال. ليش؟ لأن الإمام عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يلقي الحجة، ألقى الحجة. هو معاند، معه ناس يمكن أن يؤمنوا ويهتدوا، الإمام ألقى الحجة لهذا المعاند وهدى بعض الناس الذين معه، لكن في العام القابل المناظرة ما كان لها وجه. لماذا؟ لأنه كان اشترار وهذا الشخص معاند، فلذلك الإمام الصادق في العام القادم لم يستجب له، وهو بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قبضه إلى جهنم لأنه الحجة تمت عليه، وبعد إتمام الحجة لم يؤمن، فهذا لا علاج له إلا نار جهنم. أما استدلال الإمام في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث ودحض حجج ابن أبي العوجاء في تلك الأيام، إن شاء الله سنبحثها في جلسة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.